السلام عليكم الزول فناون، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. صحاب طوركم الشبيبه معرضه الى عقوبه لو لم تسد قيمه شراء زردوم من النادي الافريقي قبل افريل. وهذا هو برنامج وتواريخ مباريات الشبيبه القادمه. لايك الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق. قبل ما نحكيوا على قضيه زردوم، نعطيكم تواريخ مباريات الكناري القادمه والجديده. الوداد البيضاوي شبيبة القبائل 1 أفريل 2023، شبيبة القبائل هلال شلغوم العيد 5 أفريل 2023، ونادي بارادو شبيبة القبائل 9 أفريل 2023. مباريات مهمة، خاصة مباراة الشامبيونة التي ستحدد مستقبل الشبيبة في البطولة. يلا نبدأ بقضية زردوم. قال لك شبيبة القبائل ملزمة بدفع قيمة شراء زردوم للنادي الإفريقي، زايد حاجة اللي هي قيمة تأخير، ضربة كبيرة هذه، وهذا قبل أفريل، وإلا ستتعرض لعقوبات من الفيفا. قريت واحد التعليق البارح قال لك بلي موبيليس هي كاينة باهت قادرة على روحها. نتمنى من موبيليس الإسراع قبل أن تتعرض شبيبة لعقوبات، ربما لا يحمد عقباها. هذه أخطاء الإدارة يا ريشان، اللي ربما ما استطعتش ان تدفع هذا المبلغ وولات فيها قيمه التاخير، وهذا ما يعود سلبا على شبيبه القبائل اكثر واكثر. يعني تدفع القيمه تاعها وتزيد قيمه التاخير، يعني والله كارثه، يعني بيناليتي، ضربه كبيره. يعني بالك مازال ما صارتش في نادي واحد اخر صراحه. يعني قيمه شبيبه القبائل يعني قيمة رجالها، والحمد لله جات موبيليس، وان شاء الله راح تهنينا من المشاكل هذه اللي خلفوها ادارات اخرين. يعني صدقني باللي ربما لازم كي تحمل مسؤوليه تقدر على هذه المسؤوليه، والا ما تحملش مسؤوليه امام نادي كبير اسمه شبيبه القبائل. لذلك نتمنى موبيليس تسرع في القضيه هذه وتسلك علينا هذه الامور. بعدها لكل حديث حديث. لايك الفيديو، ابوني في القناة، وتركوا لنا تعليق. فيفي الجياسكا توجور. سلام خوتي.